الأصل أن المسلم يتوضأ يتطهر في بيته ويلبس أحسن الثياب ويخرج إلى المسجد، لا يؤخر الوضوء والطهارة إلى المسجد، هذا الأفضل والأولى. حدث لا ماي زخون سب بمسارته كاب جوز أخوت خلو ودو غير أخوت قالو صلاتنا مسجد كسجد قالو زي مخنياتو زبلتن زحشانيو مخنياتو قال قال سبات قالو نام مسجد مس يوم ودو زقبرو زحشة جن أب جوز ودو غيرو مسالات كمت قالو يتأدب قبل أن يدخل إلى المسجد، فما بالك إذا دخل إلى المسجد يعني في الطريق وهو يمشي، لا يمكن يأتي إلى المسجد وهو يهرول. ስለዚህ መስጊዱን ከመጽሆሎ በስነ ስርዓት ከመጻለው ሰው ኢሉ ጉያ ጉያ እንዳበለ ከመጽየ ይብሉን ገና ኻብ ገዙ ሁላል ኮሎ በአደብን በስነ ስርዓትን ና መስጊድ ከመጻለው لا يأتي المسجد وهو مشمر ከመጽሆሎ እዚ ክዳኑን ላዕል ጌሩ ከምዝ ጌሩ ከመጽየ ይብሉን او يرفع الصوت بالكلام بالهاتف ወይ ድማ ድምጹ በጣም ዓው እንዳበለውን ከመጽየ ይብሉን በስልክና አብነት وصل الى المسجد أبت مسجد بس إحنا نبل حجي يجعل الدنيا خارج المسجد لا يدخل بها إلى المسجد سلزي خاطر تقول له المسجد كأتو كله دون تا دنيا ندحرت قد فوها يحرم البيع والشراء في المسجد المسجد مشاتن مجزاءن حرام يقول البحث عن الأشياء المفقودة أبت مسجد زت أفأنا قرت ترخيبو الكام أواجونا يكون يلعب بعض الناس في التليفون ويرقص وموسيقى أحيانا أبت مسجد بتعم خاب وتس أكاب حلنا وتس أزخونو بزعبا سلكي يهون بتفلا لي نقرات مقبرة هيدي يقدم الرجل اليمنى عند الدخول مع الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حدث سب المسجد كأدخل له مجمر ياك قدام يقرو خأتوال له باتي كابتن الرسول عليه الصلاة والسلام زتتغسى ذكر داتغسى واليسرى عند الخروج مع الدعاء كول تخول له وديو صلاة مسود تخول له دما تقام يقرو أقديمو تي دعاة غيره وتصالح يحافظ على حرمة المسجد والله أعلم حدث سب بزعبان أي مسجد كبري كحلو الله أبو وصا أبدأ جو وصا زقبرن أم مسجد زقبرن كفلا ليه الله مسجد كخبر يقبو مالتي